من كوفنتري ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا سيد رامي. نود أن نفصل معك تحديدا ما ذكرتموه في تقريركم حول نقل أنقرة عددا من المرتزقة السوريين من سوريا وليبيا والألية التي قامت من خلالها بإرسالهم إلى ناغورني كاراباخ. نعم صباح الخير. طبعا الآلية تتعلق بالحكومة التركية وبالحكومة الأذربيجانية. بالنسبة لنا ما يؤكد المعلومات المرصد الآن هناك 28 قتيلا من هؤلاء المرتزقة خلال 48 ساعة الفائتة بعد أن تم إقحامهم بشكل كبير بالعمليات العسكرية في ناغورنو كاراباخ. هناك أكثر من 62 جريحا ومفقودا من هؤلاء المرتزقة، أي أن جرى إشراك هؤلاء المرتزقة بالعمليات العسكرية، ومرة جديدة يخدع أردوغان هؤلاء المرتزقة الذين قيل لهم بأن مهمتكم ليست قتالية، مهمتكم حرس حدود، مهمتكم حراسة مناطق نفطية مثل ما فعلوا ببعضهم في ليبيا. أعتقد بأن هؤلاء تحولوا إلى مرتزقة بلا أخلاق عندما يزعمون القتال في منطقة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد. سابقا في ليبيا عندما تم إقحامهم من قبل الحكومة التركية قيل من قبل قادة الجيش الوطني الموالي للحكومة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة عفوا المعارضة الموجودة في تركيا بأن رد الجميل إلى عبد الحكيم بلحاج والمهدي الحاراثي وحكومة الوفاق. اليوم رد الجميل إلى من؟ هل يعلمون بأن أذربيجان علاقتها حميمية بإيران التي يقاتلونها داخل الأراضي السورية؟ أعتقد بأن أردوغان حولهم إلى مقاتلين بلا أخلاق. طب كيف يتمكن من حشد فعليا هذه الأعداد يعني اليوم؟ وهل لديكم معلومات سيد رامي عن المناطق في سوريا أو في ليبيا التي يتم من خلالها نقل هؤلاء المرتزقة وعلى أي أساس يعني؟ هم من منطقة عفرين، مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بعضهم الآن من مناطق سورية مختلفة حقيقة الأمر، كانوا يقاتلون سابقا في ريف حمص الشمالي، كنا نأمل بأن لا يشارك أي مقاتل من تلك المنطقة. والمضحك الآخر بأن أحد قادة هذه المجموعات قال بأنه يعني عندما يقاتل بناغورنو كاراباخ كأنه يقاتل في تلال الباني وجبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. ترك تلك الجبهة ليقاتل في منطقة من أجل المال، وبعد ذلك يقولون بأنهم يقاتلون من أجل قضية. بالنسبة للنقل ينقلون ذات الخط الليبي، ينقلون من داخل الأراضي السورية إلى معسكرات داخل تركيا، بعد ذلك عبر شركة أمنية تركية ينقلون إلى أذربيجان ويجري زجهم بالقتال بعد وصولهم. سابقا يعني قبل أيام لم تكن العملية، يوم الأحد الفائت كانت العملية على أساس أنهم فقط 300 مقاتل سيكونون يعني حراس حدود وحراس شركات نفطية. يوم الاثنين بدأ إقحامهم بالعمليات القتالية بشكل كبير جدا من قبل الضباط الأتراك المتواجدين في تلك المنطقة. وهنا نريد أن نذكر بأن هؤلاء المرتزقة يعملون تحت أمر الضباط الأتراك. شكرا جزيلا لضيفنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن.